مكملين مع حضراتكم في تغطيتنا الخاصه لنهائي كاس مصر الزمالك والاهلي. بينضم لنا اثنين من نجومنا الكبار، نجوم تحليل اون تايم سبورتس، مشرفين ومنورين دلوقتي، كابتن طارق سيد وكابتن رضا شحاته. كابتن طارق، مساء الفل على حضرتك حبيبي. اخبارك ايه؟ وحشتني جدا وسعدنا انا معاك النهارده طبعا ومع الكابتن رضا. حبيبي كابتن رضا، حبيبي بتشرف بحضرتك واول مره يعني اكون متواجد مع حضرتك. حبيبي. بتشرف بحضرتك حبيبي. انا سعيد جدا معاك النهارده ومع كابتن طارق طبعا في المناسبه المميزه اللي احنا نتكلم على الاهلي والزمالك. طبعا دي مناسبه كبيره وسعيد جدا ان انا معاكم النهارده حبيبي يا كابتن رضا. يعني اثنين نجوم كبار وعشرته الاجواء دي كتير والاجواء الجماهيريه وكنت موجود في الملعب، فهسالك الاول يا كابتن طارق، ايه اللي ممكن يكون بيفكر فيه لعيبه نادي الزمالك النهارده في اجواء زي دي، في مباراه نهائي كاس مصر في اجواء جماهيريه وزخم اعلامي كبير جدا، ايه اللي ممكن يكون بيدور داخل فكر جوميز وفكر لعيبه نادي الزمالك في مباراه زي دي النهارده؟ هنتكلم على اللعيبه الاول طبعا. ماشي. قبل ما نتكلم عن جوميز، يمكن الماتشات دي من الماتشات اللي هي بتبقى ليها الف حساب عند كل لعيب. لازم تبقى نسبه تركيزك ونسبه هدوءك قبل الجيم كبيره جدا جدا. كمان التعاملات بين اللعيبه وبعضها في الملعب او الكلام بين اللعيبه وبعضها في الملعب ده في منتهى الاهميه بالنسبه للعيبه نادي الزمالك او لعيبه النادي الاهلي في الجيم ده بالذات. امتى بنتكلم مع بعض؟ امتى بنفوق بعض؟ بنحاول ننسق مع بعض كمان لما يبقى الفرقه نفسها عارفه التشكيل، مين هيلعب ومين مش هيلعب، فمين هيلعب جنب مين؟ مين هيحط طبعا. مين جنب مين؟ هندافع ازاي؟ طب هنمسك مين؟ طب لو انا رحت مين هيقف؟ طب انا لو هاجمت مين اللي هيدافع كويس؟ طب لو انا بدافع كويس هيروح مين مكاني؟ الامور دي كلها بتبقى احاديث جانبيه بين اللعيبه وبعضها ودي لازم بتعلي نسبة التركيز عندك بنسبة عالية جدا في الكلام مع بعض طبعا. ان انا مثلا قاعد مع الكابتن رضا مثلا بتكلم وهنلعب مع بعض طب انت يا رضا لو دخلت لجوه انا هطلع لبره، طب انت لو وقفت طب انا اللي هروح، طب اقف انت في الكرة دي، لا طب روح انت يا طارق اقف، طب روح انت يا رضا كده. الكلام ده الجانبي ده بيفرق بشكل كبير جدا فنيا ومعنويا بالنسبه للعيبه مع بعضها. فده امر في منتهى الاهميه لازم اللعيبه تبقى مركزه فيه وهم اوريدي بيعملوه دلوقتي، وواضح من الكلام اللي جاي من هناك من المملكه العربيه السعوديه من المعسكر يعني ان في احاديث جانبيه كتير جدا بين اللعيبه وبعضها في النقط اللي انا بتكلم فيها طبعا. عشان نسبه التركيز تزيد، عشان هم عارفين ان ده ماتش 90 دقيقه ببطوله صح، فهتفرق جدا بالنسبه لهم خاصه كمان ان في نوعيه لعيبه كتير جداد على الماتش ده داخل نادي الزمالك طبعا. منهم عبد الله السعيد، منهم ناصر ماهر، منهم شحاته، منهم الاسماء الجديده كلها اللي جت حتى اللعيبه القدام يعني يمكن دونج اعتقد ده اول كاس مصر ليه نهائي مع الزمالك او اول بطوله نهائي ليه مع الزمالك، برضو ماتشات دي بتبقى ماتشات صعبه جدا لو ما عرفتش تتحكم في 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 دماغك او ما عرفتش تتحكم في اعصابك في الجيم الموضوع بيهرب منك بشكل كبير جدا.